طيب قبل الفاصل انضم الينا سياده السفير احمد بكر، سفيرنا في ليبروفيل في الجابون. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا، مساء النور والف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، وعايز اشكر حضرتك بصفه خاصه على المجهود الكبير اللي حضرتك قايم بيه، والتنقل من بورجانتيل عوده لليبروفيل لتلبيه كل متطلبات البعثه اكيد والمنتخب، وان شاء الله يا رب ان شاء الله المشهد الختامي يكون سعيد يوم الاحد يا فندم. لا يا فندم، ده واجب، وده طبعا يعني كان بكل السرور، وكان كنا يعني مستمتعين ان احنا بنحاول نقدم اي حاجه لمنتخبنا. شيء رائع وشيء عظيم. قول لي يا فندم، الجماهير وترتيب توافد الجماهير على الجابون على ليبروفيل لمتابعه المباراه ان شاء الله يوم الاحد. والله في كذا طياره، في كذا شركه اعلنت عن رغبتها في استقدام جماهير عشان يأزروا الفريق القومي، وطبعا احنا يعني الجماهير بتاعتنا بيبقى ليها طابع خاص في التشجيع، وممكن تقدر الفريق ويكون له اثر ايجابي باذن الله. فاحنا حاولنا ان احنا نسهل بقدر الامكان بالنسبه للجماهير اللي جايه، سواء بالنسبه للتاشيرات، سواء بالنسبه للتذاكر، سواء بالنسبه للانتقالات. يعني بنحجز، بنحاول ان احنا نرتب مع الاجهزه المختلفه بحيث ان هم يعني ما يجدوش صعوبه بقدر الامكان عند يعني شراء التذاكر او ما الى ذلك. يعني جمهور الكاميرون كبير في الجابون يا فندم؟ طبعا طبعا طبعا. دوله متخمه، للكاميرون. جاره. دوله متخمه. دوله جاره للكاميرون تماما، وفي حدود مشتركه، وبالتالي يعني لا هيبقى جماهير طبعا الكاميرون، طبعا هتبقى جماهير كبيره جدا. طب جماهير الجابون يا فندم، ما هو الكاميرون المفروض هي اللي خرجت الجابون. ما صح، مظبوط، بس هو الفكره ان في كتير جدا من الكاميرونيين شغالين هنا. بيشتغل يعني في علاقه، زي علاقه مصاهره وعلاقه عمل وعلاقه جيره وعلاقه دول جاره. معنى كده ان ده على حساب علاقتهم بمصر، هم بيكنوا كل التقدير والحب لمصر، ولكن في تواجد كاميروني كبير. كبير في الجابون. في تيسير يا فندم في مساله التذاكر ودخول المباراه من الجانب الجابوني تسهيلا لجماهيرنا ان شاء الله؟ والله احنا عملنا اللي علينا، وحجزنا عدد من التذاكر. كام يا فندم؟ حوالي كام يا فندم؟ احنا حجزنا حوالي 2000 تذكره دلوقتي مبدئيا. كويس مبدئيا، على اساس ان هو الناس تيجي. كويس، يعني تلاقي تذاكر، لان ده ماتش نهائي. طبعا، يعني هيبقى في اقبال رهيب على التذاكر. احنا حاولنا ان احنا نامن بدري. تمام. لاخر خطوه، احنا ما بناش بدري دلوقتي تحت. طبعا احنا حاولنا اتكلمنا في الموضوع دوت، وبنفكر بقى كيفيه ان احنا ناجل الموضوع لغايه ما الناس الشركات تيجي وتدفع، وميبقاش في مشاكل ابدا في عمليه توفير التذاكر. ما ده مهم جدا طبعا، عشان حتى الجمهور اللي جاي يبقى جاي يا فندم وعامل حسابه. معمول حسابه انه هيدخل الماتش. اكيد يا فندم. احنا بنشكرك معالي السفير احمد بكر، سفيرنا في ليبروفيل، ودايما زي ما بقول سفراءنا خارج مصر سفراء فوق العاده في التسهيل وفي التيسير وفي اكيد مساعده كل الناس، كل الجاليات، كل الرعايه. ده مشهد جميل أكيد وشيء رائع.